يعني. انت كبرت لقيت ابوك بيجيب لك هدومك وبيصرف عليك، هي كبرت لقيت ابوها بيقول لها اطلعي الشارع. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ الحمد لله. انت محظوظ يا عم حبيبي والله. في ايه يا عم؟ طب يلا حبيبتي عشان بنصور بس. انت بتكلمني ولا بنصور بس عشان البرنامج بتاعنا؟ يعني ايه بنصور؟ مش فاهم. عشان نصور بس. ما يعني ايه بنصور برضه؟ مالك يا حبيبتي؟ ازاي ممكن تساعدني اجيب هدوم العيد باي حاجه؟ شفت شو داك تسول؟ والله تسول يا عم. ايه تسول؟ هقول لك بس دي منظر واحده، دي منظر واحده مش متسولة يعني لابسة، دي منظر واحدة يعني عايز تعرف انها محتاجة. ده تسول. انت عايز ده تسول؟ اه. لا بس ما تزقهاش يا عم. انا يا عم انت ما تزقهاش. خد يا عم. انت بتعمل ايه؟ هات لي يا عم. انت مالك؟ انت مالك؟ والله بص انت عايز تعرفني انها مش متسولة؟ لا مش متسولة. يلا بتمشي يا بت. يلا خدت. يلا ما تكلمهاش كده. بس بقول لها امشي. ما تكلمهاش كده. هقول لها ايه يعني؟ انت كبرت لقيت ابوك بيجيب لك هدومك وبيصرف عليك، هي كبرت لقيت ابوها بيقول لها اطلعي الشارع. ذنبها ايه اللي احنا نقيس عليها؟ هتبقى حياه واهل كمان. بس هي واخده شغلانه. لا هي مش هي اختارت ايه دي؟ عندها ما كملتش العشر سنين عشان تاخدها شغلانه. شوف هتعمل نفسها انها بتعيط وتقعد تنزل لك دمعتين. بقول لك يا صاحبي انت برنامج ايه؟ هقول لك على حاجه. انا برنامج لا انا مش عايز اعرف. مش عايز اعرف. طب مشيها بس. طب اقول لك على حاجه بس. طب ايش انت خدت الفلوس؟ يلا امشي يا عم. كلمها عادي. طب ماشي يا عسل. يلا امشي. عايز حاجه ثانيه يا حبيبتي؟ لا احتجت اي حاجه تعالي انا باجي هنا على طول. احنا طالبين منك انك ترن على اي واحد صاحب، اي واحد صاحبك انت شايفه جدع قوي قوي يعني، وتطلب منه 5000 جنيه. تمام؟ ان انت في مشكله بقى اي حاجه وتطلب منه 5000 جنيه. لو فعلا جدعان كتير. جدعان كتير. انا اصحابي كلهم جدعان اصلا زيك كده الوقت ده. نفس الموقف اللي انت عملته ده. اه طيب. طب بالمناسبه ديت ترن عليهم وتقول ان انا عايز 5000 جنيه، محتاج فلوس. تمام؟ ولو حولهم لك فعلا تكسب معانا المبلغ ده. لو حولهم انا هكسب ده. تكسب دول 3000 جنيه. انا مش محتاجهم بس انا عايز اشوف صحابي بس. تمام. بس انا متاكد ان صحابي مش هيكسفوني. تمام. عبيرين. بقول لك انا صحابي كلهم جدعان اصلا. شو الو الو ايه يا بومبو؟ يا صاحبي عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله يا رب دايما. بقول لك ايه؟ ايه معاك فلوس على الكاش؟ اه. طيب انا عايز اقول لك ان انا واقع في حوار، انا في حوار وحش جدا والناس مش راضيه تحلني على 5000 جنيه. حول لي يا اسطى 5000 جنيه على الكاش دلوقتي. 5000 جنيه؟ اه. طب الحوار طب ايه يعني؟ مش فاهم. ما اعرفش يا صاحبي، لما اشوفك اقول لك. بس انا محطوط في حوار وحش ومش هتحل الا ب 5000 جنيه دلوقتي. طب ما تشوف كده خالد كده. خالد صباح. ما خالد تليفونه مقفول، رنيت عليه لقيت تليفونه مقفول. وانت عارف ان انت اقرب حد ليا في الشله، فانت عارف ان انا ما بعرفش اطلب من حد وصل لانت. المبلغ كبير يا اسطى وانا يعني مش هدفع كل اللي معايا طيب دلوقتي لان انا محتاجهم دلوقتي. طيب يعني انا حد اقولك على حاجه. قول. استنى كده يعني 5 دقايق وابعتهم لك. شفت مش قلتلك؟ خلصان يا حبيبي مستنيك. هتصرف. ماشي. خلصان مستنيك. سلام. مش قلتلك؟ هيبعت يعني؟ هيبعت. انا اصحابي كلهم جدعان، انا ما فيش حد بيجلي مني. بقول لك هيحاول. مغلق او غير متاح اضغط رقم 1. في شبكة. شبكة. لا 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 عشان ده انت يا جدع اقرب صاحب ليا. استحالة يعملها فين؟ مطلوب مغلق او غير متاح. بقول لك يا صاحبي انا اتحطيت في نفس الموقف ده ونفس اللي حصل معاك حصل معايا. مفيش حد جدع. مش حتى برنا اخر مره جاي الظلم. لا لا بس هو ما يعملهاش. هو ما يعمل. ليه مش يعمل؟ الرقم المطلوب. جالك كلامي؟ عارف انت لما تجيلك من اقرب حد ليك بس انت ربك بيحبك ودعوة امك عادلك. محظوظ يا واد من يومك ودعوة امك عادلك. هم مش ولاد الحرام وحكايتك الحلوة ربك شايلها لك. ربك له حكمة عشان تاخد من الصدمات طابور. كيف ما تكون شارد سهيت عن القهوة وفقت لما سمعتها بتفور. ولع نورك واخرج من سجنك واهدم بيوت الدمع على خدك واطلق لبكرة الجام. خلي الجاي سلام، خلي اليأس حطام وارجع هنا بنفسك. اهو عدى خلاص. اقطع حبال الود بين صمتك والناس وسيب الايام تداوي الوجع. لساك ابيض من جواك واد جدع لولا الصدمات لولا ما بقيت.
ولولا سماع الجدران لكل هم حكيت وانعزالك عن بني خاينين والكدابين وخلقي بتغير وشوش كما الهدوم في حر الصيف، لولا ما بقيت للجبل وصيف، بقيت بتسلم لكل وداع بهدوء، ما بقاش فارق مين باقي ومين بقى باقي من شيك الازمات. لو جد كانوا حبوك فحبهم كان مجرد نزوات وشهوات وعدات لوقت فراغ بيمر، اللي فعلا حب عمره في يوم ما يدور. انا اسف، انا يمكن يكون خسرتكم بعض، لكن بالعكس ده انت كشفت لي الحقيقه كلها، شكرا ليك بجد.